كدكتور معتصم، كيف يمكن أن تحلل هذا التصرف، يعني التنازلي حتى النهاية؟ لا، هو الحقيقه اداء السوق النهارده كان متوقع من اداء السوق يوم امس. اليوم امس شفنا صعود حاد جدا في السوق ب 2.5% بسبب اساسي هو صعود البنك التجاري الدولي، في حين ان اغلب الاسهم القياديه لم تستجب لصعود البنك التجاري الدولي. صعود البنك التجاري الدولي جه على خلفيه تخفيض سعر الفائده ب 50 نقطه اساس، وبالتالي حصل صعود حاد في البنك التجاري الدولي، في حين لم يستجب باقي السوق لهذا الصعود. صعود البنك التجاري الدولي ب 7 و 8% يوم امس ادى الى صعود هذا السوق بهذا الشكل، في حين الاسهم الصغيره والمتوسطه امس لم تستجيب، والاسهم القياديه ايضا لم تستجيب. وبالتالي كان من الطبيعي اليوم ان احنا نشوف يعني انخفاض نسبي في اسعار الاسهم، خاصه وان البنك التجاري الدولي انخفض من ما يقرب من 33 جنيه يوم امس الى 31 جنيه و80 قرش او 32 جنيه في جلسة تداولات اليوم، وهو أدى بالطبيعة إلى انخفاض المؤشر، لكن الانخفاض لم يكن كبيرا في مؤشر اي جي اكس 30 بسبب أن متوسط إغلاق أو أن إغلاق البنك التجاري الدولي يوم أمس كان التداولات اليوم مقتربة منه، وبالتالي لم يؤدي إلى انخفاض المؤشر. بشكل عام انخفاض أحجام التداول يوم أمس جعل المستثمرين أكثر حذرا، عدم تخطي السوق لمستوى 6500 نقطة جعل المستثمرين أكثر حذرا، خاصة وأن المؤشر كان يصعد بسهم واحد. نعم، لنأخذ هذه بعض الأخبار وسوف أسألك أستفسر منها يعني عن هذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الشركات. بالنسبة لبالم هيلز، أعلنت هذه الشركة، طبعا بالم هيلز للتعمير، أعلنت عن تغطية اكتتاب زيادة رأس مالها المصدر، نسبة التغطية 95.7%، الرقم وصل إلى 2.6 مليار جنيه، والباب الاكتتاب بدأ يوم الاثنين في 4 نوفمبر الماضي وأغلق بتاريخ 5 من هذا الشهر، والشركة تتجه للحصول على الموافقات اللازمة لفتح المرحلة الثانية للاكتتاب في الأسهم غير المغطاة. ومن الجدير بالذكر أن الأرباح الصافية لبالم هيلز ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، نسبة الارتفاع كانت 146%، والمبلغ تجاوز 200 مليون جنيه مصري. هذا بالنسبة لوضع السهم أيضا الذي انسجم مع تحركات السوق بشكل عام ولجأ للتراجع. طيب، شو رأيك بعدم التغطية؟ يعني ولو أنه عدم التغطية لم تكن كثيرة، يعني بحدود أقل حتى من 5%، هل هو متوقع يعني بالنسبة لوضع لتغطيات الاكتتابات في هذه المرحلة؟ السوق غير جاهز أو ربما يعني لا يستوعب الكثير من زيادات رأس المال؟ لا، الحقيقة تغطية رأس المال تغطية مناسبة جدا، شايفين نسبة ما يقترب من 96%، نسبة التغطية تبقى فقط 4.25%، يعني جيدة، تراها جيدة. 25 مليون جنيه من اجمالي 600 مليون جنيه كان المبلغ المطلوب في الاكتتاب. هذا المبلغ المتبقي هو في الغالب بيبقى لبعض المساهمين غير المتابعين للورقه الماليه اللي هم لم يقوموا بعمليه الاكتتاب، وهذا الجزء سوف يتم تغطيته بنسبه عاليه بالتاكيد خلال الجزء الاخر عندما يتم فتح الاكتتاب للجزء غير المغطى، وهذا امر اعتدنا عليه في السوق المصري، وان يتبقى فقط 4.25% من اجمالي الاسهم المطروحة لم يتم تغطيتها، فهذا من المعتاد في المرحلة الأولى. وأداء السهم نرى أنه يرتفع عن سعر الاكتتاب، سعر الاكتتاب 2 جنيه و3 قروش مصاريف إصدار، وسعر يتراوح بين 250 و260 قرش، فهناك علاوة سعرية بالمقارنة بالسوق تقترب من 22% أو 23%، هذه العلاوة بالتأكيد ستجذب مزيد من المستثمرين للدخول في الجزء غير المغطى. طيب، برأيك لماذا يمكن الإقبال على مثلا على بالم هيلز؟ ما الغرض ربما من هذه الزيادة؟ هل المتداولون أو من أقبل على عمليات الاكتتاب، هل هو واعي ربما للعمليات أو النشاط التشغيلي الذي ستقوم به الشركة وتستفيد منه طبعا من هذه الأموال؟ طبعا هي الشركة محتاجة سيولة لاستكمال مشروعاتها، وكان ده مكتوب في نشرة الاكتتاب الخاصة بهذا الجزء ومنشور فيها الغرض الرئيسي لعملية الطرح، وده كان كل المستثمرين تقريبا عارفين ان الشركة كانت بتمر بعجز في السيولة، كان لازم لها هذا المبلغ حتى تقوم باستكمال باقي مشروعاتها. عارفين ان كل القطاع العقاري المصري في الفترة الماضية اغلبه كان عانى من ضعف عمليات التحصيل وضعف عمليات المبيعات، خاصة بالنسبة
للشركات اللي بتقوم بإنشاء وحدات فاخرة ومتوسطة نظرا لانخفاض معدل النمو الاقتصادي وتأثر بعض الشرائح الرئيسية في الاقتصاد المصري مثل شرائح العاملين في قطاع السياحة تأثرت دخولهم بشكل كبير، وبالتالي ده أثر على أداء الشركات العقارية. لكن الحقيقة أن أصول الشركات العقارية في السوق المصري خلال السنتين الماضيتين ارتفعت أسعارها، وبالتالي هذه الشركات دائما تكون مخزون للقيمة تساعد المستثمرين على الانجذاب إليها في أوقات الركود، على أساس أنها ما تمتلكه من أراضي وعقارات هي مخزون للقيمة يمكن بها أن يحتفظوا ب يعني فلوسهم في أو استثماراتهم في هذه الشركات لمواجهة التضخم اللي قد ينشأ في الاقتصاد. طيب ماذا عن متغيرات الاقتصاد؟ كيف تراها حاليا دكتور؟ والحقيقة احنا شفنا في بداية الأسبوع أو الأسبوع الماضي المؤتمر المصري الخليجي. هذا المؤتمر وإن كان أنا مش شايف ليه نتائج كبيرة مجرد أحاديث، لكنه هو سعي للسلطة الموجودة لجذب المزيد من الاستثمارات، قد تكون بداية جيدة بأن احنا نقوم بعملية استثمارات ولا نهتم كثيرا بما يحدث في الشارع، وده بالتأكيد هو اللي هيؤدي إلى تحسن الشارع. إذا استطعنا أن احنا نحقق معدل نمو اقتصادي خلال هذا العام 3.5%، إذا استطعنا نجذب استثمارات خارجية من 5 ل 6 مليار دولار، ده بالتأكيد هيساعدنا كثيرا في تشغيل مزيد من العمالة، هيساعدنا كثيرا تحسن القطاع السياحي، واللي احنا شفنا عدد كبير من الشركات من الدول في العالم بدأت ترفع حظر الحظر المفروض من نعم. منها للسفر على لرعاياها، وان كان في بعض الدول كان يعني رفع جزئي لبعض المناطق في مصر، لكن بالتاكيد هذه هي المناطق الاكثر جذبا للسياح، وبالتالي ده سيزود الدخل المصري من العملات الاجنبيه وسيزود يعني دخل القطاع السياحي، كل ده هيؤدي الى تحسن الاقتصاد. نحن نرجو ان تكون استمرار خارطه الطريق واستمرار يعني خطوات بعد اقرار لجنه 50 الدستور الجديد واستفتاء عليه ثم مجلس النواب ثم الرئاسة، أعتقد أن ده هيكون فعلا هو الدفعة القوية للاقتصاد، وهو ده اللي لازم نركز عليه خلال 6 أشهر وخصوصا يعني هذا الاستفتاء الجديد الكل ينتظره، وحتى جاء هناك إعلان من رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيها أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال، وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة. العمران قال من أنه من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات، ولا بد أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها، ولا بد أن تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى. وباختصار يعني دكتور معتصم، واضح أنه كثير الشركات المصرية مرت بحوادث غير طبيعية، يعني واضح الشأن المصري كان غير طبيعي على الجميع، يعني على البشر والحجر. طيب كيف يمكن أن نعلق على ما قاله السيد عمران؟ بالتأكيد الشركات الموجودة في بورصة الأوراق المالية هي لابد أن تكون نموذج للشركات الأخرى الموجودة في الاقتصاد، خاصة أن هذه الشركات بيبقى عندها القدرة للحصول على تمويل رخيص، وهي الوظيفة الرئيسية لبورصة الأوراق المالية أنها تقوم بتوفير التمويل الرخيص لهذه الشركات حتى تقوم بافتتاح مشروعات جديدة. لكن في نفس الوقت لابد أن تكون هذه الشركات عندها المقومات الأساسية لتحقيق الأرباح، وبالتالي إذا كانت هذه الشركات على مدى فترة زمنية كبيرة لا تحقق أرباح، خاصة أن تكون هذه الأرباح أرباح تشغيلية من النشاط الرئيسي للشركة، فبالتالي لا يجب أن يتم قيد مثل هذه الشركات. وفي مرحلة من المراحل يمكن نحن نقوم بعملية يعني تسويق لجذب شركات جديدة، لكن هذا لا يمنع أن يكون من الاختيار. نقطة أخيرة أحب أقولها أن فترة الثلاث سنوات الأخيرة كان في مشاكل كثيرة في السوق المصري، لكن الحقيقة أن هناك 55% ل60% من الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية محققة معدلات نمو جيدة جدا في الأرباح وزيادة في الأرباح، وبالتالي رغم ذلك الشركات قدرت أنها تتغلب على المعوقات الموجودة وتحقق أرباح جيدة، وبالتالي الأسهم المصرية أسهم جيدة. أشكرك دكتور معتصم الشهيدي على كل هذه المعلومات.